انت لسه فاضلك 3 لفات على فكرة. يلا. لغم. ربنا يلطف. لغم اول بوكس. اقرا كده ولعلع. لو كنت مكان المسؤولين في دار الاوبرا كنت سمحت للمطرب المعروف بالمطرب مطرب النقاش النقاش بالغناء مع أصالة ولا لا؟ عندي تحفظ على الصياغة او الصياغة، مش الصياغة اللي كاتب دي الناس اللي مطلق عليه اسم النقاش، مطرب النقاش اللي دمجوا وظيفته او مهنته محترم، مهنة محترم طبعا، بالظبط، مهنة محترمة جدا طبعاً. والموهوبين من زمان كانوا بيمتهنوا مهن بسيطة جدا ومهن كلنا بنحترمها ومحتاجين لها. انا بقى انا نفسي كل مصر اطلعها على المسرح تغني. يعني لو كنت مسؤول كنت هطلعها على المسرح ويغني وياخد فرصته، بس لازم اجهزه عشان ما بقاش برضو يعني ما تبقاش الموضوع متاخد. كان يعني بيعمل بروفات مع أصالة. لو متجهز وفجأة اتمنع. لازم يتجهز، لكن لو اتجهز ليه لا؟ أنا بقول لك حلم عمري ألاقي ال 100 مليون كلهم بيغنوا. أنت مع إن كل المواهب اللي صوتها حلو تغني؟ هيساعدونا وهتبقى الحياة أجمل. الفن حب، في أجمل من كده؟ الله حلوة. بس كده. نروح للفة اللي بعدها. أخلص من دي؟ اتفضل. يلا. يلا بينا. يلا بينا.